سلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الفيتامين او مكمل غذائي اللي سميتو نوراكس، اللي كيعالج لنا النحافه بالنسبه للنساء ولا البنات اللي ناحفات وباغين يتزادوا في الوزن. بالنسبه لهذا الدواء هو فاتح الشهيه، كيخلينا اننا ناكلو، يعني ملي كنشربوه كناكلو مزيان، وهو فيه واحد المواد اللي هي طبيعية 100%، وفيه 12 فيتامين بالإضافة إلى الحلبة اللي هي كتفتح لنا الشهية، وما منه حتى شي ضرر. كما قلت لكم راه كيقدروا يشربوا حتى النساء اللي كيكونوا تيرضعوا، وحتى الوليدات الصغار تحت من 5 سنين. دونك يكون كان كيأثر، ما غاديش تاخذوا المرأة اللي كتكون كترضع وما غياخذوش الوليدات الصغار. وهذا المكمل الغذائي كينصحوا به بزاف الاطباء ملي كيكون كنمشيو عندهم كنبغيو ناخذ شي حاجه اللي كتفتح لنا الشهيه، او المراه ملي كيكون عندها الحليب ناقص لمشات عند الطبيب كيخرجوا ليها. المهم وانا كنت ديجا شفتو عند مانويلا الشرقاوي، راه كانت هضرات عليه في واحد الفيديو، كان هو السبب اللي خلاها انها تزاد في الوزن. يعني لشتو كيف كانت وكيف ولات، راه كاين واحد الفرق كبير بزاف. وكما قلت لكم بالنسبه لهاد المكمل الغذائي هو غير كيفتح لنا الشهيه وتيخلينا اننا تناكلو مزيان، يعني كنغلاضو بواحد الطريقه طبيعيه ومزيانه ما فيها حتى شي ضرر. مادام حنا كناكلو راه الا غنغلاضو عن صحه، ماشي غادا نغلاضو غير منفوخين. اي دواء ديال الغلد ملي كتبغيو تاخدوه حاولوا تاخدو شي حاجه اللي تفتح لكم الشهيه، ماشي شي حاجه اللي غادي تنفخكم، حيت هذاك الشيء غير كيسبب لكم امراض، كيولي عنده اثار اللي هي يا كترجع عليكم. دونك من الافضل تاخذوا شي حاجه اللي غادا تفتح لكم الشهيه، تاكلوا مزيان وميم طون غتغلاضوا. وبالنسبه لهاد نوراكس راه فيه السيرو وفيه الفانيد. بالنسبه للفانيد كناخذوا جوج حبات في النهار، واحده قبل من الفطور وحده قبل من العشاء بنصف ساعه. وبالنسبه للوليدات الصغار تنعطيهم نص معلقه، بالنسبه اللي عندهم اقل من 5 سنين نص معلقه قبل من العشاء، وبالنسبه اللي اكثر من 5 سنين يعني بين 5 سنين و 15 عام تنعطيهم معلقه صغيره قبل من العشاء. وبالنسبه للثمن ديالهم، بالنسبه للسيرو راه كيدير 84 درهم، وبالنسبه للفانيد راه كيدير 79 درهم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يا ربي يعجبكم، وقلبوا مزيان على نوراكس، بحثوا عليه، شوفوا، سولوا، سيروا عند الطبة سولوهم عليه، وديك الساعه غادي تاكدوا بان هذا الشيء اللي قلت لكم راه كله صحيح وراه ما منه حتى شي ضرر. اللي بغات تغلط غير تبعوا وطلعوا فريوسكم حتى الفيديو الجاي. نتمنى يا ربي يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو تخليوا لي اشتراك لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي، وتخليوا لي لايك، وطلعوا فريوسكم. باي باي، مع السلامه.